يقول السائل: من كان صحيحا قادرا على المشي وأراد الطواف بالبيت راكبا، فهل يصح طوافه بالعربة مع قدرته على أن يمشي؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ركب في الطواف، ركب في أثناء الطواف لما تزاحم الناس عليه وهو يطوف، ركب عليه الصلاة والسلام وهو يقدر على المشي نشيط. نعم.